السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إن شاء الله تعالى يهيتشاج ريدم صفايل متهونو بزيبا أقراتشن مسراق وكفل من ميدرقبت فيديونات مالتنو كوفية يلبسو جلبية يلبس سويمة عالنقدي بصافة قنفو أقنفتو وطاتو شه جب لمي بالو بلو جب نونقدي لب بلو يالله باريوش لسو يكرب اللتال يا جب قطم مارغو كبلو لمي كتلو آمت ملكام نگر ناقين يالن على بلزياغن چگر اللبلو لباتشون دهين نگر لين تلت تلالو مالتنو استي فيديو نينيو راساتشن نسمو أهون بهبرت سبو أترى درمشي ويم وتأتو شيء يتبالي يوم تبوكو يجيبوشو أورا ويم وان عليك أيه نجيب يكت أهون أمتى أفنتا يوم يوصل بتساعة درسول يهنا لما كت حتى لما توت بركات هذا أنا توجه سب سؤال زي خلا توي توجم أباتوش بزيكا ناتوش زعاق هنو سألو تيار ركونو ميجنوت يشجب متو جنفون قبل لا يو كت أمتى تروي هون على تبلون متسبوك نمان يوم ينس نسرات لما يدخلون سوق وقتو እኛም ጨምሮ በጣም በጉጉት እየጠበቅን ያለነው ጥሪ ያደረጉለት ነው እንዴት እንደሆነ ባላቅም አባቶች ይሄንን ስነ ስርዓት ያካሄዳሉ ተብሎ የሚታሰቡ አባቶች እጅቡን እየጠሩት ነው ያለው ያለውን ሁኔታ አብረን እንከታተል ፎቀርጎ ጅቡ ካልበላው ይናደዳሉ ያሳስባቸዋል አመቱ መጥፎ ነው ብሎ ይገምታል ግን በልቶ ቀደገበ የአመቱ አመቱ ጥጋብ ይሆናል ብለው የሚያዩት ሁኔታ አለ አሁንም እነዚህ ነገሮች በየአክባራቱ እየተካሄደ ያለ ነው እንዳደመጣችሁት ነው እንግዲህ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ስለ እንዲህ አይነት እምነት ማለት ነው መጀመሪያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩባቸው ህዝቦች እንዲህ ነበር እምነታቸው በገድ ያምኑ ነበር ይሄ ምን ይባላል በገድ ማመን ይባላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ الطيرة شرك ثلاثا ሶስት ጊዜ الطيارة قدكو بقد ما منكو شركناو قالو سلزي الله باريوج سوستي زيني رقموتي الله ملك تنيا بقد ما من بالله لي ماقاراتنو بقد ما من بالله لي ماقاراتنو بقد ما من بالله لي ماقاراتنو بلو مالتنو لب بلو انجدي قازيت انيو من دنيا لچو من بلو اندميت اروت بالاكم انجدي ترياد الرقول لتناو عالج لجبو مالتنو اونتوانكونو يسو لج كجبغا اندي تنو لينا قرمي چلو عندما يتوقعوا جين نوچ من يدر قالوا يساو اللي جيت تناكولونا يساو اللي جوست هونو النسو ياورا اللو سو يو سياورا من دنو مالتنو جين نو كوستم ياورا لكن دزي انسساتم متناكولي چلالو بتعام ميقر منو درمشي واتاتو شه جيب واتاتنو جيبنو شه ميل سم تساتو تال مالتنو لب بلو يمي كتلون آمت انجدي اتقافن تال لموسن بلو جيب زند من يدر قالو مالتنو اندزي تقونا بسو يلا ما متعلو يدكمو لتال مالتنو انجدي لبات شون انتل تلو بتال اگرات شلا اندمنا اكو جيب كاليلو چنساوش بتاليه ليو امنتال لو مهبرة سباتشن جيب موتو بي جين ودياو سووش سقاونا يسكر رولتن من عندو كچراو يوسدال عندو كمنو يوسدال من دنو يالو مدهاني اثنو يجب سقا يتبالة مالتنو عهون دمو سقا باللي تاو سكافينجر بمبال ميتاوك او جب من سيارق يأيينو مالتنو اندزيهو كسايت آناتنا كجينوش غا تمساترو عند سافا مولو قنفو بكيبه تدرقو يكرب اللتان كزامن يدرقال مالتنو اهنن قنفو قد مارقو كبلا عمتو ملكامنو بلو يامنا اللو تملكتون قدي كالبلا الله چو دمو كالتقب دمو بدم بكالبلا اللت دمو عمتو يمي قطلو عمت چگره قد منال بلو يحسبه اللو يامنا اللو مالتنو ايه كونو شرك مالت يالله باريو چوي الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح عليه السلام لهزبو چو من اندالات چو اندي سيلي نقرنان نوح عليه السلام اندي هاله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا القوات شو قيتات شو مهرة لمنوت ارسم بتعم مهرين ونا يرسل السماء عليكم مدرارا بنان تملي زناب انت كتاتا ادرقو يلك هلنا من الله سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بغنزبوتشنا بلجوتشم
ይለግሳችኋል ለናንተም አትክልቶችን ያደርግላችኋል ለናንተም ወንዞችን ያደርግላችኋል ሲል ኑህ አለይሂ ሰላም ህዝቦቹ ምን አደረገ ማለት ነው ወደ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመህረት እንዲመለሱ ጠየቃቸው ማለት ነው ልብ በሉ እስትግፋር በማድረግ አላህን ማረም በማለት ወደሱ በመዋደቅ እሱን በመገዛት እንጂ ከሰማይ ዝናብ ልናገኝ ምን ይችላል ምድር ቡቃያ ሊያገኝ ምን ይችላል ልጆችን ልናገኝ ገንዘብ ልናገኝ ምን ይችላል እንደዚህ ከጅብ ጋር በተያያዘ አድባር ይያሉ እምነታችንን ምን በማድረግ ለዛፍ በመስገድ ለጅብ እንደዚህ በመተናነስ በፍጹም አይደለም ማለት ነው ይሄ ክህደት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥያረቱ ሽርኩን እንዳሉት ማለት ነው በዚሁ የመጨረሻ ነጥብ የሚሆነው አገራችን ላይ ማለት ነው ህዝቡ በየተለያየ ቦታ አዲስ አበባን ጨምሮ በአዳም ልኮስ ተዘፍቋል ስሙ መሐመድ አህመድ ተብሎ ኮፍያ ለብሶ ጀለብያ ለብሶ ሽርኩ ስትወድቋል 60 ሚሊዮን ነን 50 ሚሊዮን ነን ይያሉ በየሚዲያው መለፍለፍ ሳይሆን ከምንም በፊት ትኩረት አድርጎ እንዲ አይነት በአዳም ልኮችን ከሰዎች ዘንድ ተነቅለው እንዲወጡ ቁጥር አንድ ጥሪው ሊደረግም ይገባው ነብያት ሁሉ የለፉለት የተውሂድ አጀንዳ ነው ማለት ነው ያላህ ባሪያዎች ሆይ አላህን እንፍራው እንዲ አይነቱ እምነት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ሽርክ ነው ሲባል የተጠቀሰ ነው እኛ ከጅቦች ጋር እንድንሞዳሞድ ለጅብ እንድንዋረድ ለጅብ እንድንተናነስ አይደለም የታዘዝ ነው ለረብ አለሚን በፈጅር ሰላት በዝሁር በአሱር በመግሪብ በኢሻ በተለያዩ ሰላቶች በተለያዩ መልካም ስራዎች ለሱ እንድንዋደቅ ነው የታዘዝ ነው እላያችን ላይ ኮፍያ ማስቀመጡ ብቻ ሳይሆን ያን ኮፍያ የእውነተኛ አስቀማጭ ሰዎች ነው ሆነን ልንገኝ የሚገባው ጀለብያ መልበስ ብቻ አይደለም ጀለብያውን የለበሰ ሱት ሰዎች ከዚህ በፊት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሷሃባዎቻቸው እንዳመኑበት አምኖ መገኘት ነው ይሄ ሷሃባዎች እምነት አይደለም ሷሃባዎች ለአንድ አላህ ነበር በሌሊትም በቀንም ይዋደቁት እንስሳቶች ጂኖች ይፈሯቸው ነበር ሷሃባዎችን ዛሬ በተገላቢጦሹ የሰው ልጅ ክብሩን አላስጠብቅ ብሎ እንደዚህ ለጅብ ይዋረዳል ማለት ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب